اشوف عمو اونار. بدي البق له. اللي معه قديش عمره؟ مراهقه شي؟ ايه اكيد اقل من 20، شي 19 او 18. مرحبا. اهلا عمو اونار. كيف الشباب؟ مرحبا يا حلو. مثل كل مره طالعه بتجنني. بتشكرك كثير، هذا من ذوقك عمو. مين منكم صاير شوفير عند امير؟ هاتوا لشوف. تفضلوا. امير بيك تفضل. اوه اونال بيك، شو صرت تشتغل جارسون؟ انا ابي ما كان مثل ابوك يا امير بيك. نحن من وقت كنا صغار كثير عرفنا شو معنات نكسب المصاري بسهوله. خبروني من البنك، فاجأتني كثير يا امير. اجى الوقت اني وقف على رجلي. معناتها هي مني. شتاني؟ يلا يلا. صح. بتمنى لكم اوقات حلوه، بس ما في مشاغبات وراح اطلع عيوني عليكم. معناتها حاضر. خاطركم. لك امير هذا ابوك شغله كبيره. ها يا ابني، لو كنت انا بدالك ما بطلع معكم ولا خمس دقايق، كنت بطلع مع ابوك. الحياه عند ابوه بس هاندا. كورا، هيدي بهاتت شهري، هي وعمو اونال اذا بيرتبطوا بيطلعوا ثنائي رائع. أمير؟ أهلين سيفدا. شايفتك لساتك هون. وإنتي هون؟ أنا كنت بميلانو واليوم أجيت، بس مبين عليك ما حسيت بغيابي أبداً. ها، يعني إنتي بعطلة؟ هيك شي، بعد كم يوم رح أبلغ. عم فكر انتقل لهنيك على طول. مثل ما بتعرف لما رحت كنت تعبانة، ما كان في عندي أي شي يربطني بهالمكان. شو جابها هيا؟ سيفدا. سيفدا. إنتي دائماً كنتي حابة تعيشي هونيك أصلاً. مزبوط، بس العيشة بميلانو بتحلى أكثر إذا بتروح معي. من وين طلعت هاي هلأ؟ سيفدا؟ لساتك عايشة معقول؟ هاندا؟ معقولة لساتك بيناتهم وحيدة؟ إيه، ما بدك تروح؟ لوين؟ عميلانو؟ شو رأيك إذا قلت لك إني جبت معي ميلانو لهون؟ آه، عن إذنكم مانا. شوفكن. لك نهاية فريحة مثل سيفدا تماماً. نحن ضلينا كمان. ممكن تطلب لي تاكسي؟ أمير أنا اشتقت لك كثير. إجت التاكسي. شكرا. تصبح على خير. انت من اهل.
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.